اهلا بالاصحاب، حلقه جديده مع معلومات جديده واكيد قصه جديده. بس مثل كل حلقه منبلش بالتصرف الحسن تجاه الاخرين. وحلقه اليوم رح بحكي عن مساعده الاخرين. هل اول شيء بدي ساعد كل الاشخاص؟ وهل بقدر ساعد كل الاشخاص؟ وهل اذا بدي اقدم المساعده لازم اطلب الاذن؟ بداية أكيد كتير حلو أن الواحد يقدم المساعدة ويقدم شيء الآخر عم يطلبه، بس أهم شيء هيدا الآخر، هذا الشخص اللي عم يطلب مني المساعدة لازم على القليل يكون أنا بعرفه، لأنه إذا شخص ما بعرفه أفضل أنه أطلب الإذن من الماما والبابا تقادر ساعده لهذا الشخص. وأكيد الماما والبابا رح بيكونوا كتير فخورين فيه إذا قدمت المساعدة لشخص ما بعرفه، بس أهم شيء أطلب الإذن من الماما والبابا. وأكيد المساعدة بتقدر تكون موجهة للماما، للبابا، لأخواتي، وأكيد للتيتا وجده وأشخاص بعرفهم من عائلتي، وأكيد لأصحابي بالمدرسة. بس أهم شيء بالموضوع أنه وقت بدي أقدم المساعدة ما أكون بدي أنطر بالمقابل شيء تاني، لأنه أنا عم أقدم المساعدة بس تساعد الآخر، بس مش لل إذا أنا ساعدت صديقي يعني هو كمان بده يقدم لي شيء بالمقابل. لازم دايما تكون عم أقدم المساعدة من قلبي. وأكيد مثل ما قلت، إذا بدي أقدم المساعدة لشخص ما بعرفه كتير مهم أنه أخذ الإذن من بي ومن أمي. وخلال يومياتي كتير بشوف أشخاص بدوا المساعدة، بس بتكون مساعدة كتير عابرة وكتير صغيرة. مثلا أنا فيت بالبناية تأطلع على بيتي وبشوف حدا من البناية مش قادر يفتح باب الأسانسور لأنه حامل كتير غراض، بقدر أنا أفتح له باب الأسانسور تيفوت على الأسانسور وهو مش قادر حامل كتير غراض بإيدي. وهذه طريقة كتير حلوة للمساعدة. وأكيد المساعدة مش هي بس المساعدة المالية، لأنه في كتير أشخاص بفكروا أن المساعدة هي مساعدة مالية. أبدا أبدا، المساعدة هي مساعدة أوقات معنوية أو بالفكرة، أو مساعدة من خلال نحسب ساعد إخواتي بالدرس تبعولهم، أو ساعد الماما بقلب المطبخ، أو ساعد البابا بالجنينة تبعه. لكن هذا كمان بقدر أنا أقدم المساعدة أو أقول لهم لأهلي أنا بدي حابب ساعدكم بهذه الشغلة، وأكيد الماما والبابا رح بكونوا كتير فخورين فيي. وآخر شيء أنا بحب أقول إنه المساعدة هذا تصرف كتير كتير إيجابي، بس أهم شيء وقت بدي أقدم المساعدة لشخص ما بعرفه أطلب الإذن من البابا أو من الماما. الفقرة التالية هي قصة الحلقة، وقصة اليوم بتحمل عنوان ألعب مع أصدقائي. تحكي القصة عن ولد اسمه سمير. سمير ما بحب أبدا 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 يلعب مع أصحابه، الألعاب هي بس لإله، وما بحب يشاركها أبدا 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 مع أصحابه. وكل مرة بيجوا لعنده ولاد صغار تيلعب معهم بيرفض رفض تام إنه يلعب معهم، وبقول لهم لأهله أبدا أنا ما بشارك ألعابي مع حدا، هالألعاب هني بس لإلي وممنوع حدا يدق فيهم. وأكيد الأولاد بيتضايقوا لأنه هني جايين لعند سمير تيلعبوا معه، بس بيرفض رفض تام صديقنا الصغير إنه يلعب أو يخلي الأولاد يلعبوا بأصحابه. وهيك بتنتهي دايما الزيارة، الأهل بيكونوا مزعوجين، الأولاد عم يبكوا، وأكيد أهله لسمير متضايقين، وسمير مبسوط لأنه مش عم بيخلي حدا يلعب بألعابه. بس الشغلة رح تتغير لأنه سمير رح بيروح على المدرسة، وتراح أول نهار على المدرسة اكتشف إنه في كتير كتير ألعاب بالصف تبعوله، وهالألعاب الموجودين بالصف تبعوله المعلمة سمحت للجميع إنه يلعب فيهم. بس سمير نوي ما قبل أبدا 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 إنه حدا يشارك اللعبة، وقال للمعلمة أنا وقت بدي ألعب بلعب لوحدي، ممنوع حدا يكون عم يلعب معي أو يشاركني اللعب. بس المعلمة كتير تعجبت من تصرفاته لسمير وقالت له لا بالعكس بتقدر تشارك ألعابك، لأنه إذا لعبت لوحدك رح تزهق، حلو تكون عم تلعب مع غيرك. بس هالشغلة ما حبها أبدا أبدا سمير، وضل موجود أو عم بفكر إنه أهم طريقة هو إنه يكون عم يلعب لوحده لوحده بقلب الألعاب، وممنوع حدا يكون عم يشاركه اللعبة. ونهار عيد ميلاده عزم سمير كل أصحابه طبعوا للصف تيجوا يشاركوه عيده، وأكيد مثل العادة سمير ما بيخلي حدا يلعب بألعابه، فقال له جده
يا سمير شوف أصحابك كيف كلهم عم يلعبوا لوحدهم وإنت قاعد لوحدك ومش عم تلعب معهم. ليش؟ لأنك خايف على ألعابك. بتقدر تقلهم أنا خايف على ألعابي ولعبوا بألعابي عمالكم وما تكسروا ليهم. وبهذه الطريقة بتتسلى إنت وياهم وبتمضي وقت حلو وما بتزهق. بس سمير قال لا، خاصة إنه تيتا وجده عطوه أو قدموا له هدية كتير حلوة، هي طابة ملونة وكل الولاد كانوا حابين يلعبوا فيها. فبلش سمير يلعب لوحده بالطابة بس حس إنه زهقان ومش مبسوط أبدا. فقال لو بخلي الولاد الآخرين يلعبوا معي بالطابة الصفرة والخضرة أكيد أكيد رح ينبسطوا. وهيك يلي صار. فصار رب سمير يلعب أو يخلي الولاد يلعبوا بالطابة الخضرة والصفرة، وفكر كتير منيح إنه الطابة ما صار له شيء، بالعكس تسلى كتير مع الولاد ومضى وقت ممتع معهم. وهيك من وقتها سمير صار يفكر كتير منيح إنه اللعب لوحده منه حلو وممل، ويشارك أصحابه بالألعاب شيء كتير مسلم. وهيك كل مرة وكل زيارة صارت تصير عنده بالبيت كانت دايما تنتهي الأهل كتير مبسوطين والولاد كتير فرحانين، وأهله لسمير كتير 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 فخورين بسمير يلي هو كمان كتير كان مبسوط بحاله لأنه غير فكره وصار يشارك غير ولاد ألعابه. بالفقرة التالية بسينة أو كلب، اليوم رح بحكي عن الكلب. الكلب هي من الحيوانات الثديا، بنسميها الثديا يعني الكلب الأنثى بتحمل الكلاب الصغار بقلب بطنها وبعد فترة بتولدهم وبتعطيهم الحليب، من هيك منسميهم الثديا، الحيوانات الثديا. ظهر أول مرة الكلب من زمان من زمان من زمان، من حوالي 60 مليون سنة، ويعتبر الكلب من أفضل الحيوانات الصديقة للإنسان، ويلي أكيد كلنا بنعرف تتصف بالوفاء لأنه الكلب صديق كتير وفي. وأكيد الكلب بيتذكر كتير منيح صاحبه حتى لو انقطعت العلاقة بيناتهم فترة كتير طويلة. وفي كتير كتير أنواع من الكلاب، في عنا كلاب الصيد، في عنا كلاب الرعاة أو الكويبوز، عنا الكلاب المرافقة للأشخاص اللي ما بيقشعوا، وعنا الكلاب اللي بتجر العربات مثلا بالإسكيمو، وعنا الكلاب الحراسة، وعنا أكيد الكلاب يلي بعيشوا معنا بالبيوت، وأكيد في غير أنواع كلاب. بالنسبة لصوت الكلب هو النباح، وهنيك وقت بنسمع صوت النباح تبعه الكلب بنعرف إنه الكلب يما محمس يما مبسوط يما عم قلنا إنه في شيء خطر عم بيصير. وفي أنواع كمان كلاب مثل ما قلت بيعيشوا معنا من سميون كلاب الزينة أو الشين دو سالون. بتعيش الكلاب ما بين 8 ل 12 سنة، وأكيد دايما الكلاب لازم تروح عند طبيب بيطري تنعمل لها، خاصة إذا عايشة معنا بالبيت تنعمل لها الإبر المناسبة لصحتها. وأكيد فترة الحمل تبعو للكلب الأنثى وتبقى تكون بدها تعطي كلاب صغار هي ما بين 56 و 72 يوم. وأكيد كل مرة بتولد الكلبة الأنثى الكلب الأنثى ما بين 3 ل 8 كلاب صغار من سميون الجرو. الفقرة التالية هي أسئلة صديقنا بوبو. اليوم صديقنا الصغير عم يسأل ليش منجوع؟ جسم الإنسان مثل السيارة، السيارة دايماً بوقف البابا أو بتوقف الماما على محطة البنزين وبعبوا السيارة بنزين تتقدر تمشي السيارة، بدون بنزين السيارة ما بتقدر تمشي. وزيت الشيء نحن بحاجة للأكل وأكيد للشرب تنقدر نتحرك ونعمل كل النشاطات تبعونا. إذا ما أكلنا رح نشعر بالجوع لأنه جسمنا رح يطلب طاقة، رح يطلب أكل تيقدر يتحرك تيقدر يعمل النشاطات. من هيك نحن بحاجة للأكل
ومن هيك من جوع، وقتها من جوع أكيد لازم ناكل. والأكل اللي بيعطي الإنسان بنسميه كالوريز، يلي هي سعرات حرارية أو إنرجي تنقدر نقوم بكل الأشياء يلي منقومها بحياتنا اليومية، وقتها منوعة من النوم، بدنا نفرج سنيننا، بدنا نروح على المدرسة، بدنا نلعب، هولي كلهم بحاجة لطاقة تنقدر نعمل كل هالنشاطات. وأكيد الأكل وقتها منأكله المعدة تبعتنا بتهضم، وقتها بتهضم الأكل معدتنا هي بتحول الأكل لطاقة، وبيشعر الإنسان بالجوع وقتها بقلب معدته ما بيكون في أكل. ولما منشعر بالجوع لازم نطلب من الماما أو من البابا بعض الطعام، وخاصة أنه نحن لازم ناكل 3 مرات بالنهار، الصباح والظهر وعشية. أكيد بيناتهم لازم ناخد سناك صغير يلي بيعطينا كمان انرجي أو مثل ما قلت نشاط وسعرات حرارية. وأكيد كتير مهم أنه نكون عم ناكل الطعام الصحي، وأكيد ما تنسوا أنه لازم نعمل دايما رياضة، لأنه الرياضة الصحية والأكل الصحي بيساعدونا يكون عنا صحة جيدة. بالفقرة ما قبل الأخيرة رح نحكي عن غاندي. غاندي هو رجل هندي خلق سنة 1869، وكان بينتمي لعائلة كلهم بقلبها سياسية، يعني يا نواب يا وزراء. وغاندي من الأشخاص يلي دعم ثقافة اللاعنف، يعني قال ممنوع حدا يضرب التاني، ممنوع حدا يقول كلام قاسي للتاني. ومن هو وصغير كان بيتمتع بأخلاق كتير كتير عالية، كان يسمع الكلام تبعه الأمه وبيه مثل ما بدهم كان يعمل. وغاندي حمى شعبه ووطنه من الاستعمار، لأنه كان مستعمرة بريطانيا الهند، فهو حمى الهند من هالاستعمار. وكمان طالب غاندي أنه لازم الواحد يحترم الآخر لو شو ما كان، حتى لو كان مختلف عنه أو بشرته لونه غير أو حتى إذا كانت ديانته مختلفة، لازم نتقبل الآخر مثل ما هو. اتخصص غاندي بالحقوق، بس هو كان حابب يعمل طبيب، بس بيو قال له لا، لازم أنت تفوت تعمل حقوق، لأنه العائلة كلها هن أشخاص بيشتغلوا بقلب السياسة، فأنت أفضل أن تفوت تعمل حقوق. مع أنه هو كان حابب كتير يعمل حكيم، بس سمع كلام بيو وفات عمل حقوق. كان يدافع دايما عن حقوق الشعب الهندي، وكان محامي كتير 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 شاطر. كانت حياة غاندي مليئة بالمفاجآت، وصار أيقونة بكل العالم، ندرسه بكل المدارس وبالجامعات كمان عن السياسة وعن الفكر الهندي، يلي كان غاندي عم يطلب أنه يكون في بكل العالم لا عنف، وأهم شيء أنه العالم تكون عم تتقبل بعضها مثل ما هي. بالفقرة الأخيرة من حلقتنا لليوم، ماذا لو لا أريد أن أتكلم مع أحد؟ بعض الأحيان بحب أنا أكون بهدوء، ما أحكي مع أحد، بنبش على السكينة، وهذا أكيد تصرف جيد. بعض الأحيان بكون عم نبش على هذا الشعور لأنه بكون متضايق أو زعلان، فلازم أقول لأهلي أنه أنا اليوم أو أنا هلأ ما حابب أحكي مع حدا لأنه عم برتاح. يعني لازم أعبر عن المشاعر تبعولي على صوت عالي، هذا واحد. 2، وقت بقرر أنه ما بدي أحكي مع حدا لازم أعرف ليش أنا ما بدي أحكي مع حدا. هل أنا متضايق؟ هل أنا زعلان؟ هل أكيد إذا كنت زعلان أو متضايق كتير مهم أنه أهلي يعرفوا ليش قررت أنه أنا ما أحكي مع حدا. وبهالوقت اللي أنا مش عم بحكي مع حدا، مهم يكون عم بعمل نشاط أنا بحبه تأهدأ، يعني مثلا بقدر اسمع موسيقى، بقدر أقعد بقوتي، بقدر ألعب جيم لفترة كتير صغيرة لمدة مثلا نص ساعة، أو بقدر كمان أقرأ كتاب أنا بحبه كتير أو بحب الأحداث تبعوله. وهيك لما بهدأ ولما بحس حالي مرتاح، أكيد بقدر أرجع من أول وجديد أحكي مع أصحابي أو أحكي مع أخي أو أختي. بس أهم شيء وقت بكون متضايق لازم يعرفوا الماما والبابا ليش أنا متضايق وليش أنا طالب أنه أكون لوحدي، لأنه
مهم كتير أن يكون عم شارك المشاعر تبعولي ويعرفوا الماما والبابا أني أنا متضايق. بنهاية حلقتنا أنا بشكركم وإذا الله راد أكيد منلتقى بحلقات جديدة. انتبهوا على حالكم ولحلقة جديدة.